سلم كالو ولكن كايتا أيضا خطير. عبد القادر كايتا لاعب نادي جالاتا سراي التركي. اسمه بومبارا تخب في الحالة اللي راهو فيها. الوقت المستقطع هذا مهم جدا لكي هم في أنفسهم ويتكلمون فيما بينهم، مهم جدا هذه اللحظات. بسرعة نادير بالحاج، والدفاع يخرجها، تبقى الخطورة. حكم ما قال ولا شيء في لمسة يد أم لا سيدي الحكم. مطمور في التغطية وكذلك مراد مجدي. أولالا 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 أولالا. يناديكم والدور النصف النهائي يسأل عنكم، من كرة مثل هذه تنذركم وتحذركم. جرف ball has been squeezed through to Gareth Keita, needs to find the cross, couldn't though. Nacho Figueroa was there. Keita again, what a goal! A magnificent strike! غريبة كرة القدم، غريبة كرة القدم يفعلها عبد القادر كايتا. والله سامحوني نقول لكم، والله المنتخب الجزائري اليوم لا يجب أن قادر عبد القادر كايتا يسجل هدف ولا أروع منه برجله اليسرى بروعة. نعم نعترف لك يا كايتا بأنك سجلت هدفا رائعا بكل روعة في الزاوية 90. خل ابو عزة اوه هاي يا كريم، لا تخطى يا كريم، قلت تخل ابو عزة في مكان مراد مجني. عودة حسن يبدا، اين انت يا زياني؟ كرة ايفوارية تمشي كما ينبغي، حذاري من كايتا. الوقت الاضافي الاول من هذه المباراة، كرة ايفوارية على الجهة اليمنى مع عبد القادر كايتا صاحب هدف لم اشاهد مثله تماما. عبد القادر كايتا سجل هدفا على الجهة اليمنى. يلا يا كريم كورتك هذه، كريم كورتك هذه ضاعت له. وانطلاقة من كادر كايتا لصالح المنتخب الايفواري. اوه سيدي الحكم، ماذا هنالك؟ ماذا هنالك يا سيدي الحكم؟ ماذا هنالك؟ لا شيء يقول. فوزي شوشي اكون اعرف بانك تعاني من ظهرك طبعا، من اصابة يعاني منها لانه لم يتدرب لمدة 4 ايام. شوف الاعادة. اوب لا لا لا، ولكن الفرق في النتيجة الجزائر متفوقة 3-2. كريم زياني على يارا يوتوري ب3-2. كرة في الوسط، حذاري حذاري من ديندان، بعيدة بعيدة بعيدة. وانا دير بالحاجة خليها تروح للتماس، لا تنسى نفسك. انا عبد القادر كايتا، استسمحكم لارتاح قليلا واعود بعد حين، تفضل يا